بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنشرح الدرس السادس، عبارة عن رسم الفلت والشنفر. يعني لو أنا عندي خط مستقيم كده، طوله مثلا 50، وده مثلا طوله 30، وبعدين ده 50، ده عبارة عن مستطيل، وعايزين نعمل زي دوران هنا. الدوران ده عن طريق حاجة اسمها فلت، الفلت اهو نضغط عليه، وبعدين بقول select first object، بس هنا مكتوب 00، فلازم نكتب ار الاول، يعني لازم نكتب كلمه، يعني الحرف ار ده اللي هو بيعبر عن الريديوس. هنكتب ار انتر، هيقول لي ادي الريديوس كام، 0. فهنكتب الريديوس مثلا وليكن 5، اروح جاي لامس ده كده وده كده، اداني ايه؟ واحد هنا كمان وده كمان، بعد كده نعمل تريم، نشيل ايه زياده، فافرض انا كنت عندي مستطيل اهو رسمه برضو، وعايز ارسم برضو اعمل ريديوس. طبعا الريديوس مكتوب ايه 5، فنقول مثلا الريديوس ده 8، بس قبل ما اكتب ريديوس 8 لازم اكتب ار الاول انتر، وبعدين 8 انتر، وبعدين ايه هاخد ده كده، اداني 8 هنا وهنا برضو ايه 8. طب افرض انا بقى وانا بعمل الفلت مش عايز الجزء ده يظهر، في الحالة دي هنقول فلت برضو تاني، وبعدين اقول ار مثلا، واكتب مثلا 6 او 6 انتر، وبعدين بعد كده اكتب تي، تي معناه تريم، تي اول او تي او اختار تي، وبعدين بعد كده لما اعمل كده راديوس او راديوس مفيش الجزء ده، انتر راديوس، يبقى في الحالة دي نو تريم، دي تريم. بالنسبة للشنفر، ادي الشنفر اهو برضه، عايزين نعمل شنفر هنا، شنفر اللي هو عبارة عن جزء مشطوف او الشطة ده الشنفر. هنكتب دي الاول عشان نقول له الديستنس، الديستنس مثلا 6 مللي. وبعدين طب انت موافق على ان الشنفر يكون متساوي من الجهتين، يعني في اتجاه اكس زي اكس واي، يعني في ده اكس وده واي، يعني الاثنين متساويين، لو كانوا متساويين يبقى لازم توافق على الست اللي انت كاتبها، قول له انتر، وبعدين تقول له انا عايز الشنفر هنا والشنفر هنا، اهو لان انا كاتب ترم قبل كده هنا برضو اهو. طيب افرض انا مش عايز ترم، نو ترم، في الحاله دي هنكتب نو ترم الشنفر، واكتب نو يعني الاول، اكتب دي، واكتب مثلا 8، واكتب 8 معناها اكس او واي حسب وضع الماوس بالنسبه لخط مستقيم، واكتب 6 انتر. لو انا اخترت ده الاول يبقى ده 8، لو اخترت ده هيبقى 8. لو مثلا اخترت كده
بقى ده 8 وده 6 انتر. لو انا اخترت بقى ايه العكس، انا عايز يبقى 8 وده 6، يبقى 8 هنا و6 هنا اهو. ده استخدام، يبقى الشنفر باستخدام ايه؟ الفيلت. طب افرض انا عايز فيلت اعمله مرة واحدة بالنسبة للمستطيل، اعمل دول كلهم مرة واحدة. فبنيجي هنا اقول ايه؟ فيلت، بعدين ار الاول عشان اكتب الريديوس، واكتب مثلا مقدار 8 انتر. بعدين بيقول لي انت عايز بولو لاين، لو قلت بي يبقى اول ما اضغط كده اتعمل على طول الفيلت مرة واحدة. طب بالنسبة للشنفر، الشنفر بتضغط برضو الشنفر، كتبت دي مثلا 8 والتانية ايه 8، كتبتها مثلا 8 انتر. بعدين بيقول لي انت عايزه بولو لاين، قول له انا عايز بولو لاين، تكتب بي بس. لو انا عملت كده اداني مرة واحدة. بعد كده هنتعلم ازاي نعمل الالبس. الالبس اللي هو القطع الناقص، هنضغط عليه او ممكن اجي من درو واخش على الالبس. في نوعين، في سنتر وفي اكزو اند وفي ارك. هناخد السنتر. لو انا عندي مثلا السنتر، نفترض ان انا عندي سنتر، او هنعمل خط مستقيم كده مثلا، والطول ده 50، ادي درو. بعدين نخش على الاليبس، نختار سنتر، ادي السنتر بتاعه. فبيقول لي فين سبيسفاي اند بوينت، ادي الاند بوينت، اند بوينت. يبقى انا اخترت ايه؟ اند بوينت. هو دلوقتي عايز الطول اللي فوق ده، الطول اللي فوق ده مثلا نقول والله 25. يبقى هو بمعلوماتي ايه بقى؟ بمعلومات السندر واند بوينت، وبعدين في الاخر بنكتب الايه؟ الطول ده. طيب نفترض ان انا بمعلومات الاكسس، الاكسس ده مثلا طوله 80 كله. فهنيجي نختار درو، بعدين نختار الالبس، ادي اكس، ادي اول ايه نقطه، وبعدين تاني نقطه، وبعدين نكتب ايه البعد بتاعنا وليكن مثلا 20. يبقى دي طريقه رسم الالبس بمعلومات السنتر واند بوينت، وبعدين نكتب القيمه بتاع النصف. ما هو الالبس ليه قطرين، قطر كبير وقطر صغير. هو بتكتب له انت القطر نصف القطر الكبير، وبعدين بيطلب منك نصف القطر الصغير. اما هنا لا، الطريقه الثانيه ان انا نصف باخد القطر كله، وبعدين بعد كده بكتب نصف القطر. دي طريقه، وبعدين ممكن انت تجرب بنفسك. لو انا مثلا عندي خط مستقيم كده وعايز اقطع منه حته، هادي دي بريك. لو انا عملت بريك كده، دي فيرست بوينت، وبعدين النقطه الثانيه اهي، هو قطع الخط كده. طب افرض انا عايز اوصله تاني، يبقى دي اللي بتوصله تاني. اضغط هنا اقول له جوين، اخد ده وده، وبعدين اقول له اوكي، الاثنين بقوا خط واحد. يبقى هنا نقدر نعرف ايه؟ نقطعه ونوصله، ده اصبح خط واحد. عايز افصلهم مع بعض، الاثنين مع بعض مش. طب ده بريك، نجرب كده بريك ات بوينت، يعني مثلا بريك وبعدين اروح اتعامل كده. دي فيرست بوينت، وبعدين
بقى اصبع اتنين اهو جنب بعض. طيب انا عايز اوصلهم، اروح لامس ده الاول ولامس ده وبعدين اوكي، بقى ايه خط واحد. يبقى احنا اتعلمنا التلاتة دول. طيب انا عندي حاجة اسمها سكيل، السكيل ده بيكبر ويصغر. يعني لو انا مثلا قلت سكيل وعايز اصغر ده شوية، يبقى سكيل ايه، رجعت بقى هنا سيلكت اوبجكت، ادي سيلكت اوبجكت، بعدين تقول له انتر، هيقول لي فين البيز بوينت، اقول له البيز بوينت اهي. طب انت عايز قد ايه، اقول له نص بس، يعني 50، 5 من 10 او زغر. طب انا عايز اكبره تاني اهو كده، اقول له والله انا عايز اكبره، سيلكت اوبجكت، هيقول لك انتر، فين البيز بوينت، البيز بوينت اهي، عمال يكبر اهو. قول له 4، يعني سكيل عباره سبيسيفاي سكيل فاكتور، هو ده، تقول له 4، يبقى انا كبرته 4 مرات. طيب نفترض ان انا عندي مثلا رسمه كده، اهو في خط هنا مثلا، وعايز اعمل له ستريتش، يعني اطوله او اصغره. اعمل ستريتش، اروح واخده كده، وبعدين ممكن ايه طول، بس ده زي ما هو، يعني ده زي ما هو، ده زي ما هو، ده الاسترتش اهو. تاني مثلا كده، وممكن اشد من هنا اهو، هيفضل زي ما هو الطول، محتفظين بنفس الطول، ما بتمطش. ممكن اعمل استرتش كده بس امط من هنا، سوري، ادي استرتش من هنا اهو كده، وبعدين امط من هنا. طب ما متمطش ليه؟ لان انت ما اخترتش الايه، الجزء اللي انت عايز تمطه فعلا. خلاص، يبقى ده الاسترتش، ادي الاسترتش بتاعنا اهو كده، انتر، وبعدين تقول له انا عايز ايه، اسف، استرتش، استرتش، انتر، وبعدين ايه، يبقى انا باجي على الجزء اللي انا عايز امطه بس، مش كله، انا عايز الجزء اللي انا امطه، اهو ستريتش، ادي الجزء اللي انا عايز ايه احركه بس، ما اخدوش كله. يبقى احنا اتعلمنا ازاي نعمل ستريتش، ازاي نعمل سكيل. طيب الروتيت بقى، الروتيت مثلا انا عايز الف ده بالشكل ده حوالين ده كده، واخليه راسي اهو 90 درجه. طب انا عايز الففه بزاويه، اكتب الزاويه، الزاويه دي مثلا 45، يبقى هو بيلف مع ضد عقرب الساعه. يعني لو انا قست الزاويه دي هتلاقي 45، يبقى هو بيلف ايه، هو كان وضعه كده لف كده. في حاجة تانية برضو لازم نتعلمها، وهي التشهير. تشهير اهو، نرسم مستطيل
بعدين ناخد كوبي مثلا، كوبي تاني، ممكن نعمل دائرة، دائرة أخرى، ممكن ناخد كوبي، دلوقتي أنا عايز أعمل تأشير، يا إما أختار التأشير من هنا أو نفتح درو ونختار التأشير من هنا، تأشير مثلا هنفتح ده الأول وبعدين هنلاقي عندي كذا اختيار. الاختيار ده انسي 31، وده الايزو، وده اللي هو خاص بالمدني والعمارة. فانا هاجي على انسي واختار ايه، وبعدين اجي هنا اكتب الايه السكيل بتاعي 1، والسكيل هنا كام؟ زاوية 0. زاوية 0 دي معناها 45، وزاوية 90 معناها برضو 45 بس بالاتجاه العكسي. بعدين نفترض ان انا عملت كده اوكي واخترت ده المستطيل ده انتر، وبعدين قلت اوكي. لو انا قلت تاني اوكي تاني، وبعدين رحت مغير مثلا ده خليته 2 وده خليته 90، وبعدين اوكي بريفيو انتر. لو انا قلت انتر تاني ما دخلت في الايه ده. المهم لو انا بقى عملت تأشير مثلا هنا وهنا وهنا وقلت اوكي، لما اجي امسح ده هيتمسح معايا. لو انا عملت ديليت كله هيتمسح. طب انا عشان اخرج من هذا المأزق اعمل ايه؟ اقول انتر او التأشير اهو، بختار انا ده الاول وبعدين اختار بقى كرييت سبريت. لو انا عملت كده وقلت اوكي 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 وبعدين قلت اوكي خلاص، تلاحظ بقى ده لوحده وده لوحده وده لوحده. طيب لو انا عايز اغير مثلا التأشير وعايز اغير الزاوية اخليها مثلا كام؟ 45، وبعدين قلت له ايه انا عايز اخد دي مثلا، وبعدين قلت بريفيو اداك زاوية رأسية يعني خطوط رأسية. طب لو انا قلت اوكي تاني انتر ورحت مغير الزاوية خليتها الزاوية كام؟ 135. رحت عامل كده برضو بيك اد بيك بوينت، رحت مختار ده، وبعدين قلت بريفيو اداني زاوية ايه؟ اداني خطوط افقية. يبقى الزاوية 0 زاوية 90 معناها 45، بس ده في اتجاه وده في اتجاه اخر. دي 45 ودي 90، ده بقى ال 45، ده بقى اللي هو ايه 45 في الاوتوكاد، ودي اللي هي 135 بس ده بتدي راسي، ودي الزيرو دي زيرو ودي 90، بينما هنا 45 بينما هنا كام؟ 135. ده في قائمة التأشير. لو انا مثلا جيت رحت عامل زاوية مثلا 30 مثلا، دي زاوية 30 وهنا زاوية 30، بس زاوية ايه؟ 30. طب نفترض ان انا رحت جاي هنا رحت عامل دايرة كده، قلت بعدين رحت جاي عايز امسح اللي جوه، اخد ترم وبعدين اختار الدايرة دي انتر واختار ايه؟ اللي جوه بقى ايه؟ قطعت ايه ده؟ بعد كده هنمسح مثلا ده كده، وبعدين هندخل على حاجه اسمها الجريدينت، ادي الجريدينت اهو، او ممكن من برضو ادي الجريدينت الزوايا، ممكن انا اخضر اقول اوكي
دي مشكلة يعني. يعني لو أنا مثلا قلت أخضر مثل أحمر أوكي أطبق ده كده انتر بريفيو اداك ايه ده اللي هو جريدينت. لو مثلا رحت جاي هنا واخد الاخضر ده بقى اخضر هنا ومع اصفر، المفروض هنا في مشكلة هنا جريدينت. بعدين قلت له اوكي اداك اللي ده الجريدينت. وبرضه الجريدينت لو انا عملت دايرة جوه مثلا كده وعايز اعمل قطاع، ممكن اخد ده كده اختار ده الاول وبعدين ايه المفروض هنا يتقطع. المفروض يتقطع لو انا عايز اقطعه، يعني لو عملت دايرة مثلا كده في النص ده المفروض يتقطع. رحت مختار الدايرة انتر لكن طبعا هو المفروض يتقطع، في مشكلة يعني. ممكن نعمل كده مثلا جريدينت اهي وبعدين اخترت كده جريدينت لو انا عايز. انتهى الدرس ان شاء الله، وبإذن الله نلتقي في درس آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.